السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الأوفياء، متتبعين قناة مغارب نيوز، مباشرة من أمام مستودع الأموات الرحمة أمام مركز الطب الشرعي. كما تتبعتم معنا بالأمس جريمة التي وقعت بالأمس، حيث راح ضحيتها رجل وزوجته على يد الربيب. إذن الآن نحن من أمام مستودع الأموات، سنحاول أخذ بعض التصاريح للساكنة التي ستدلي بالتصريحات حول هذه الفاجعة التي هزت سيد خادير بمنطقة حي الحسني بالدار البيضاء. إذن بقوا معنا ناخذ التصريحات إن شاء الله. كان كيصلي وكيمشي للجامع، غير هو بالمدة الأخيرة نعازل ولا كيريح بوحدو، ما بقى كيجاوب حتى شي واحد. علاش نعازل؟ العسل المرض نساني بانه مريض. عمر الصديق ديالكم تشكل في الجبن ديالك؟ لا عمر دوال خام نهار توفات الام ديالو الله يرحمها. زيد هذه الجريمه اللي وقعت في سيد الخادير، كيصنفوا سيد الخادير بانه اخطر الاحياء، انا كنوضح بان سيد الخادير ماشي مركز زوج، ماشي اخطر حي سيد الخادير. ما احنا حكم التجربه ديالنا كمجتمع مدني وكمساكن سيد الخادير، سيد الخادير فيه طاقات، فيه ما كاينش فيه الاجرام، وهذا الشاب، هذا الشاب اللي وقع اللي دار الجريمه، هذا الشاب متخلق، شاب كيصلي، مرضي الوالدين، الظروف اللي خلاته دار هاد الجريمه، كنظن واقيلا راه هاد الناس اللي في الصحه كيتحملوا المسؤوليه. انا دي من قبل الدواء مشى للطبيب النفساني، هاد الطبيب النفساني علاش ما كتبتيش ليه شي رساله ومشى للمستشفى باش نعالج فيها، باش تما يكون العلاج ديالو. وبالنسبه لهذا بعض العناوين ديال المنابر الاعلاميه كيقول لك ان السيد مسحوق والديه بان خرج ويصاب، هذا الشيء كله كنكذبوا. عاري من الصحه، هذا الشيء عاري من الصحه. عاري من الصحه، ما كاينش، كله كذوب. دري شاب متخلق، الظروف اللي خلاته بان واقع عليه مشاكل، بان الزوجه ديالو هجراته، وكذلك الوفاه ديال الام ديالو اللي خلاته وقع في الاضطراب النفسي. السيد منعزل. شحال ما بين الوفاه ديال الام ديالو وما بين هذه الواقعه اللي وقعت؟ مده الوفاه ديال الام ديالو انا ما اظن كندور شي 10 سنين. وفاه الام ديالو. اذا ولا عنده اضطراب نفسي هو؟ اضطراب نفسي، ماشي شي واحد اللي هو مجرم، ماشي هو واحد اللي راه كما قالوا الاخوان والجيران ديالو، راه كان كيهز السيد اللي خصك كيزعل على الكتاف ديالو. الام ديالو؟ لا، مرت باه. هذه اللي قتلها؟ كاين معامله بحكم العائله ديالو، كيقول لك معامله كان بيناتهم، حب الود مزيان كان بيناتهم. كانت المحبه وكان الود بيناتهم، ما كانش شي حاجه اللي. وشنو الاسباب مثلا اللي ادت لهذا الشيء؟ من غير الاسباب هو انسان اكتئاب، اضطراب نفسي، هو اللي خلاه وصل لهذا الشيء. لانه كان هو مجرم في هذيك اللحظه ملي وقعت الجريمه، واش غيقتل الاب ديالو، غيقتل الجيران كاملين، لان الدار فيها الكلاب. هو دار الجريمه وبقى في بلاصتو. في البلاصه ديالو، ما مشات حتى شي بلاصه، ما كان لا تهديد لا والو، دخلوا بعض الشباب والناس. كيفاش تساقوا الاخبار بان ديك الجريمه وقعت؟ مثلا هو السيد سمعوا الغوث هو اللي خلى الجيران وخاص الشباب والناس ديال الشرطه رجعوا في البلاصه ديالو. كذلك كنشكر الناس ديال رجال الامن ورجال السلطه اللي دخلوا في الوقت المناسب. يعني كان تدخل ديال الامن؟ كان تدخل في الوقت المناسب، وكذلك السلطه المحليه تما داروا تدخل في الوقت المناسب. انتوما باش كطالبوا، انتوما كجمعويين دابا بالمنطقه، باش كطالبوا انتوما؟ الناس المسؤولين على 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 المنطقه وكذلك المنتخبين تكون واحد الالتفاته لحيث الخليل. سيد الخليل كيعاني بزاف المسائل، بينها ملاعب القرب ما كاينينش، دار الشباب، مساحات خضراء ما كاينينش، هذا هو اللي خلى انا هاد الشباب اللي عنده شي طاقه فغير يفرغها. كنتسنى تمشي لبلاصه اخرى عاد باش يفرغ الطاقه ديالو. كنتمنى من المسؤولين والصوت ديالنا نسمع، كنتمنى لهاد الناس المسؤولين يديروا واحد الالتفاته خاصه لسيد الخليل. كيبان سيد الخليل مقصي، كيتم الاقصاء ديالو، ما عرفتش كيف كيتم الاقصاء ديالو. لا، رسالتك للناس ديال الصحه بالمنطقه، بحكم ان سمعنا بانه هذا السيد فايت الدول الدول المسؤول ديال الصحه، ولكن طلقوه يعني واخا عرفوا الحاله ديالو بان. انا كنتمنى من الناس ديال المسؤولين ديال الصحه ما تبقاش تكرر هذه القضيه. انا كنتمنى اي انسان كان عنده مشكل اضطراب نفسي عامله
تعامل معاملة مزيان، وكون تعامل هذا السيد وكانت المراقبة من الناس ديال الاختصاص في هادشي ديال الصحة ما غنوصلوش لهاد المشكل هذا. أنا سيد مش وكان مراقب وكان من الناس ديال الصحة، الإنسان ما كيتعاطش مخدرات، الإنسان كيتعاطي مخدرات مع المشكل ديال المرض النفسي راه غادي شي حوايج ما شاء الله. واش كان كيصلي في المسجد عادي مع الناس؟ كيصلي في المسجد عادي، كيصلي كيجي للدار ديالو، ما كاينش شي حاجة اللي هي خيبة. دري ماشي شي دري سي مشوا كما كيقولوا بعض المرا بان كاين اجراف سير ما فيش اجراف. شحال السن ديالو هذا الولد هذا؟ شحال هو كتقريبا ما بين 34 اما 38. عنده شي وليدات؟ هو عنده شي وليد، عنده ولد واحد ومع عايش مع هذا الوليد، عايش مع الام ديالو. هادشي ولي زعما زاد الحاله ديالو تدهورات، كنظن بان الحاله ديالو هي اللي خلاته باش تدهور، بان هجرته للزوجه ديالو راه بطبيعه الحاله غيطيح في هذا المشكل. واخا رجعوا للجريمه، من السكينه ديال السيد خادير فاش سمعوا هذه الجريمه هذه كيفاش كان الشعور ديالهم رد الفعل ديالهم؟ بطبيعه الحال اي واحد كيوقع له الجريمه تقدم بطبيعه الحال غيتقلقوا الناس، يعقل بان غتوقع لك جريمه والناس كيقولوا بان السيد خادير غيزيدوا اكدوا بان السيد خادير نقص، السيد خادير ماشي نقص زوجات، السيد خادير فيه ناس ما شاء الله راه الناس ديال الامن قايمين بالعمل ديالهم والسلطه قايمه بالعمل ديالها، كل شيء غادي على احسن. حنا كنتمنوا رساله ديالنا للناس المنتخبين يدير واحد التفاته سيد الخادر، وكنعاون كرأي يديروا التفاته سيد الخادر، سيد الخادر راه مقصد كيتم الاقصاء ديالو ما كنعرفوش شنو السبب اللي خلى سيد الخادر مقصد. وشكرا، نتمنى رساله ديالك توصل. شكرا.